السلام عليكم. بودي أن أتحدث هذا اليوم عن التهابات الجهاز الهضمي عند الأطفال، وهي حالات شائعة تسبب أعراض كالتقيؤ وآلام البطن والإسهال والحرارة. تسبب هذه العوارض مجموعة من الفيروسات والبكتيريا والأحياء المجهرية. تبدأ الأعراض عادة بآلام في البطن مصحوبة بقلة بالشهية وحالات من الاستفراغ المتكرر، وفي بعض الأحيان يحصل تكرار في عدد مرات البراز أو الإسهال مع ارتفاع درجة الحرارة. ينصح بكثرة السوائل في هذه الحالة والابتعاد عن الأجواء الباردة وعزل المصاب لتجنب العدوى، وعند استمرار الأعراض لأكثر من 12 ساعة مراجعة أقرب طبيب لاتخاذ الإجراءات الطبية بهذا الصدد. عادة تعطى الأدوية استنادا إلى السبب وإلى شدة الحالة، كأن يكون علاجات بسيطة يأخذها الطبيب في المنزل، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى المحلول المغذي الوريدي في المستشفى، وفي نسبة بسيطة جدا من الأطفال يحتاج الرقود في المستشفى ليومين أو 3 أيام. شكرا جزيلا.